التليفون بالاستاذ حمدي عبد العزيز متحدث باسم وزاره البترول. استاذ حمدي مساء الخير. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. واضح انه حضراتكم الكام يوم اللي فاتوا كنتوا مشغولين جدا، لانه كنا برضو حابين نتابع كنا حابين نتابع الموقف ايه الخاص بالمؤتمر، اهم الاتفاقيات ايه فندم اللي توصلتوا ليها. عايز اقول لحضرتك حاجه في البدايه، زي ما حضرتك قلت دي النسخه السادسه. ايوه. ده مؤتمر بيعقد سنويا تحت رعايه الرئيس، وكان وشرفنا في النسخ الماضيه. طبعا المؤتمر ده اهميته ان هو منصه تعرضي فيها حضرتك نتائج اعمالك وانجازاتك. ايوه. وتجذبي الشركات العالميه اللي سواء الموجوده في مصر او اللي هتيجي من الخارج، عشان تتعرف على اهم الانشطه والحوافز والجهود المبذوله. مهمه الحوافز دي قوي يا استاذ حمدي. طبعا. انت عارفه حضرتك ان الهدف الاساسي لوزاره البترول ان هي تكفي احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض. نعم. ده الهدف الاساسي الاستراتيجي اللي الوزاره بتسعى عليه في المقام الاول، ده بجانب حاجات كثيره زي الرقمنه، زي التكنولوجيا، زي الاستثمارات، الحاجات دي كلها. لكن في الاساس كله ان انت لابد ان انت تزودي الانتاج بتاعك والاحتياطي بتاعك. نعم. ده بيتم من خلال طرح مزايدات عالميه، توقيع اتفاقيات بتروليه مع الشركات العالميه المختلفه التي تصدر بقانون. عايزين نقول ايضا ان الاستقرار السياسي والاقتصادي اللي بتتمتع به مصر جذب العديد من الشركات، العالميه. نعم. تحقق خلال الفترات الماضيه انجازات مهمه جدا في قطاع البترول، سواء في مجال الغاز او في مجال البتروكيميكالز، او حتى ان احنا نحافظ على مستوى الانتاج من الزيت الخام. احنا عارفين ان بيبقى في حاجه اسمها تناقص طبيعي في الخزانه. فبالتالي هذا المؤتمر كان مؤتمر مهم، كان فيه ممثلين ورؤساء شركات ووزراء كثيرين حضروا هذا المؤتمر، لانه اكتسب السمعه الدوليه خلال الخمس نسخ الماضيه. على هامش هذا المؤتمر تم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه قابل في لقاءات ثنائيه العديد من الوزراء، العديد من رؤساء الشركات العالميه. كانوا بيتم خلال هذه الاجتماعات استعراض الموقف اذا كان في شركات عالميه شغاله، البرامج الزمنيه بتاعتها فيما يتعلق بسرعه تنميه وضع الحقول المكتشفه على الانتاج. ايضا تم خلال المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات، سواء في دعم انشطه التحول الرقمي، الالتزامات البيئيه، خفض الكربون. في اطلقنا ايضا خلال هذا المؤتمر خمس اتفاقيات بتروليه للبحث عن البترول والغاز. استكشافات جديده؟ لا، يبحثوا عن البترول والغاز. بحث. يعني تم الانتهاء من الاجراءات بتاعتها، فبالتالي احنا طرحناها. لكن اللي بيميز في اتفاقيه جديده تم اطلاقها اليوم هي اتفاقيه فيما يتعلق بالحقول المتقدمه. أيوة. يعني ايه الحقول المتقدمه؟ بيسموها بالانجلش براون فيلد. دي الحقول اللي اوريدي كانت بتنتج، ودلوقتي يعني تم نتيجه ان ما بقتش اقتصادي، او نتيجه ان هو تم استخراج الكميات الكبيره من الزيت الخام. نعم. في هذه الابار من خلال بالتكنولوجي الجديد، من خلال النظريات الجديده، من خلال حضرتك ارتفاع اسعار البترول العالميه اللي هي بتغري هذه الشركات. أيوة. ان هي تحاول مره اخرى تستخدم هذه الحقول المتقدمه عشان يطلعوا من الكميات الموجوده من الزيت الخام. نعم. هذه الاتفاقيه دي هتطبق لاول مره في عدد من الحقول الموجوده سواء في خليج السويس او في الصحراء الغربيه، ودي كلها في اطار ان احنا بنتكلم على التكنولوجيات الجديده، استخداماتها. أيوة. الخبرات الموجوده، في تبادل الخبرات الموجوده. احنا عارفين احنا عندنا كوادر مدربه، صناعه البترول عندنا صناعه قديمه القدم منذ اكثر من 100 عام. فبالتالي يعني تبقى اللغه واحده.
فيما يتعلق بالبحث والاستكشاف والانتاج طيب في الختام وزير البترول قال مهندس طارق الملا قال في ختام معرض مصر الدولي للبترول قال انه بدايه من الدوره اللي جايه اللي هي 2024 هيتحول لمؤتمر مصر الدولي للطاقه. ايه الفرق يا فندم؟ تمام، مهم جدا طبعا. احنا عارفين ان دلوقتي النسخ السادسه اللي فاتوا كلهم كانوا بيركزوا على ان المؤتمر يتعلق بالبترول والغاز فقط، لكن طبعا منذ خلال الدوره القادمه ان شاء الله 2024 هيتحول اسم المؤتمر من مؤتمر مصر الدولي للبترول والغاز الى مؤتمر مصر الدولي للطاقه. لماذا؟ لان طبعا احنا عارفين ان بعد كمان بعد كوب 27 وفي نفس الوقت ان الدول كلها دلوقتي تتجه نحو الطاقات الجديده والمتجدده، فكان لابد ان هذا المؤتمر يتخصص ويلقي الضوء اكثر على سواء الهيدروجين الاخضر، سواء الطاقات اللي هي الطاقات الشمسيه او الاخر. فبالتالي احنا بيشمل بقى وطبعا في اطار برضك ان الدول كلها والاتحاد الاوروبي والمنظمات الدوليه والعالم باكمله دلوقتي بيتكلم على الطاقات الجديده، لكن طبعا تم في خلال مؤتمر كوب انجاز مهم جدا لوزاره البترول ان احنا بينا للناس ان لابد نسير في اتجاه متوازي، بمعنى ان ما ينفعش دلوقتي بالذات بعد اللي حصل في الحرب الاوكرانيه الروسيه وتوقف الغاز الى اوروبا، وفي نفس الوقت كانت المصادر الجديده والمتجدده كانت لا تكفي، فبالتالي هم كانوا ابتدوا يخزنوا كميه كبيره من الغاز عشان خاطر هذا الشتاء. فطبعا لا بما لا يدع مجال للشك ان ما تم اعلانه في مؤتمر كوب بالذات في اليوم اللي كان مخصص للهيدروكربونز وازاله الكربون، احنا وضحنا للناس كلها ان احنا ماشيين في اطار الطاقات الجديده المتجدده عشان نخفض الكربون يبقى متمشي مع الاتجاهات العالميه، لكن في نفس الوقت لابد ان كان في يبقى في فتره تحول طاقي من الهيدروكربونز الى الطاقات الجديده المتجدده. فبالتالي احنا بنركز خلال الفترة القادمة في هذا الموضوع، وطبعا هذه الموضوعات هتتوسع في مؤتمر كوب القادم، وان شاء الله يكون يشمل العديد من الافكار الجديدة والرؤى اللي بتسهم في كيفية استغلال الطاقة. احنا عارفينها هي المحرك الاساسي لاقتصاد الطاقة، والفترات اللي جاية دي كلها فترات كل الناس وكل العالم العالم كله التحول الطاقي. وطبعا احنا قايلين الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي هو الوقود الامثل خلال فتره التحول الطاقي، فعشان كده احنا في اهتمام اكثر بهذا الغاز، وبيستخدم في العديد من المجالات في مصر، سواء في السيارات، في المنازل، في الكهرباء، كل الحاجات دي كلها بيتم استخدام الغاز الطبيعي. لكن في نفس الوقت احنا بنقول في مرحله التحول الطاقي الدوله ماشيه في اتجاهين متوازي. تمام. بشكرك فندم، شكرا جزيلا استاذ حمدي عبد العزيز، متحدث باسم وزاره البترول.